نجحت شركة بترول خليج السويس جابكو في وضع البئر الأولى من حقل بترول شمال صفا في منطقة خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية زيادة إنتاج البترول الخام والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة. تستهدف المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل أن يصل الإنتاج إلى 6000 برميل يومياً منتصف شهر يناير الجاري. يذكر أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بالحقل نفذها تحالف شركات مصرية يضم إنبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية. في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم لجنود الإنتاج، أكدت الحكومة على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024، وذلك بلا أي استثناءات. قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن جهاز التمثيل التجاري قام خلال عام 2023 بجذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر، ورتب على ذلك بدء 17 مشروع بقيمة تصل إلى نحو 3.872 مليار دولار. أكد وزير التجارة والصناعة في التقرير السنوي للوزارة الحرص على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت بفحص 464 ألف رسالة، منها 276,841 عينة غذائية و187,203 عينات صناعية خلال العام 2023. أوضحت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها السنوي أنه تم إجراء 29,887 تسجيلا تجاريا بسجل المستوردين والمصدرين، مشيرة إلى أنه تم افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة وافتتاح مكاتب الهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات. قال جارت برينتاين كبير الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن الأمريكيين يواجهون ضغوطا على الإنفاق الاستهلاكي كارتفاع معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان، وهو ما يشير إلى حد كبير إلى أن ديون الأمريكيين تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. قفزت أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة بنحو 4.7% إلى 48 مليار دولار في الربع الثالث، ما رفع الإجمالي إلى 1.8 تريليون دولار وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو أعلى إجمالي في البيانات التي تعود إلى عام 2003. دخلت حزمة التقشف والتي أقرتها الحكومة التشيكية لحيز التنفيذ اليوم ما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في أكثر من 60 قانونا. الحزمة تشمل تغييرا في معدلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة، إذ تم خفض معدلات الضريبة للمنتجات الغذائية وزيادتها للمشروبات وبعض الخدمات، فضلا عن ارتفاع ضريبة الدخل للأفراد والشركات وارتفاع ضريبة الأملاك وتخفيضات كبيرة في الإعانات التي ترعاها الحكومة. وفقا للحزمة سيزيد الحد الأدنى للأجور بمقدار 1600 كرونة اعتبارا من يناير الجاري، كما ستزيد المعاشات الشهرية بمقدار 360 كرونة. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع محمد وفاطمة. شكرا مصطفى ميزار على هذه الوقفة الاقتصادية.